تقدم أكثر من 2,900,000 أمريكي بطلبات إعانة بدلا عن البطالة خلال الأسبوع الفائت، مما رفع العدد الإجمالي إلى 36.5 مليون أمريكي منذ بداية أزمة كورونا. على مدى السنوات الثلاث الأخيرة وزع روبرت يومياته كموظف في هذا الفندق في مدينة نيويورك نهارا وكمدير ثانوي لمسرح برودواي الشهير ليلا. كان ذلك قبل كورونا. وظيفتان فقدتهما، الأولى كمدير مسرح برودواي الذي أوقف عروضه، ووظيفة الثانية في أحد الفنادق الذي أقفل كذلك، لكنني محظوظ فأنا أتلقى إعانة مالية بدلا عن البطالة، ولدي ما يكفي لدفع الفواتير والاستمرار حتى أواخر يوليو المقبل. لا يتخلى روبرت عن إيجابيته، متسلحا بأمل العثور على وظيفة في الخطوط الأمامية حتى لو قبل انتهاء الأزمة. سأرى ما الذي سيحصل حتى أواخر يوليو، لكن بكل الأحوال أعتقد أنني سأحاول البحث عن وظيفة بديلة مثل العمل في بقالة. روبرت واحد من عشرات ملايين الأمريكيين ممن فقدوا وظائفهم بعد تفشي أزمة كورونا، لكنه قد يكون من الأوفر حظا بينهم. حتى تاريخ 14 مايو بلغت أعداد الأمريكيين ممن تقدموا بطلبات بدل بطالة أكثر من 36 مليون أمريكي، لكن مظاهر الأزمة لا يعتقد أنها ستقتصر على المعاناة الفردية ولا على خسارة الراتب الشهري. فارتفاع أعداد العاطلين عن العمل يترافق مع أخبار إفلاسات متتالية لشركات صغيرة ومتوسطة وأحياناً كبيرة، وهي أخبار سيحدد أثرها قياساً بطول عمر الأزمة. التوقف عن العمل لمدة طويلة قد يتسبب في إنهاء المسيرة المهنية للموظفين والعاملين. إن فقدان آلاف الشركات الصغيرة والمتوسطة في جميع أنحاء البلاد سيدمر ثمرة الحياة للبعض والإرث العائلي للعديد من قادة الأعمال والمجتمع. فقدان الوظيفة ليس هو مبعث القلق، فالأزمة الفعلية لأمريكا تجلت مظاهرها بصور طوابير المنتظرين أمام مراكز توزيع مساعدات غذائية مجانية، وسط تقارير عن أن طفلاً من بين كل 5 أطفال أمريكيين لا يتلقى ما يكفيه من الطعام. هبة نصر، سكاي نيوز عربية، واشنطن.